انت عملت كده يا استاذ صبحي؟ حضرتك عملت كده في ايه؟ في بدايه حياتك يعني، يعني حضرتك كان عندك حاجتين انت يعني كان حياتك كلها راحت في التمثيل والفن، كان عندك باك اب او كان عندك بلان تانية؟ اه لو لم تنجح كنجم. ما انا هقول لك اهو، انا بعمل التمثيل في المدرسه الثانويه وكده، بطوله الجمهوريه زي كمان جزء بتاع هوايه. هوايه. طب والاساس؟ انا قبلت في زراعه. انتوا الكل ما شاء الله كل مجموعي مجموعنا كان كل النجوم مجموعي كان قليل. انت عارف طبعا كلهم كانوا زراعه. اه كنت 56 ولا 58%. فقبلت في زراعه عين شمس فما رحتش. ما رحتش. فقلت خلاص ما دام دي دراسه، دي دراسه بقى مش رايح امثل. لا دي دراسه. فروحت معهد الباليه في الاكاديميه، عرفت عنوانه، وقفت في الطابور وقدمت ورق. فالست قالت لي ايه ده؟ انت حضرتك جاي فين؟ قلت لها معهد الباليه. قالت لي عشان ايه؟ قلت لها عشان ارقص باليه، انا غاوي باليه. قالت لي يعني بترقص باليه؟ قلت لها لا جاي اتعلم. فقالت لي معلش تبقى تلبس بلبطوز وتيجي حضرتك تقدم. قلت لها ازاي؟ قالت لي كان لازم تقدم وانت عندك 6 سنين. انت اصلا قلت لها بجد ما ينفعش؟ قالت لي لا. قلت لها طب في ايه هنا عندكم؟ اكني في مطعم. يا ابني عندك معهد السينما او معهد تمثيل. فهمت معهد انا معهد تمثيل كده يعني بالصدفه. ما كانش اصرار مش يعني ممثل. بس انت بتهرب من الزراعه يعني. لا انا عايز يا بالي يا كمانجا بس مش همارسها بقى زي ما بقول لك. انت بتسالني سؤال جاي اشمعنى انا لما بدات؟ لا انا قلت الوادي دي موهبه يعني هوايه استمر فيها. انت حطيت البيت في سله واحده، انت بقيت موهبه حضرتك هي دراستك. لا خلي بالك انا في امتى؟ انا في ثانويه عامه. انا هم قبل ثانويه عامه بعلمهم وهم صغيرين عشان ما يتعلقوش بيها، اتعلق بيها وما بقتش كويسه في البلاي لما وصلت 18 سنه. خلاص قضيت عليها. هيبقى في طبعا. لا طبعا ما عندهاش حاجه ثانيه. فانا فضلت متساب لغايه لما جيت وقفت قدام معهد تمثيل. قلت طيب ما هو ده جامعه اقدم في معهد تمثيل. وقبلت. جت بالصدفه يعني. يعني اختار بقى واقف في وسط ميدان كريه معهد السينما. عندكم ايه هنا؟ عندكم ايه هنا؟ طب والاختبارات عديت منها؟ يعني عارف اختباراتهم صعبه مش سهله. بص بقى هقول لك على سر. انا اتعمل لي اول نموذج لواسطه لم تحدث في التاريخ. مين بقى كان الواسطه؟ كان ابويا. طبعا فرقه رمسيس اليوسفابي مدير فرقه يوسفابي ونبيل الالفي وسعد اردش وغير كل دي انت لمسته يعني. بالنسبه له ده ابونا يعني. فانا كنت مختلف في البيت وكنت عايش لوحدي اثناء ثانوي. ولما جيت رايح فقام عارف ان انا هقدم مع تمثيل. يا بختك. وصايه وصايه. فكلمهم قال لهم اذا ما سقطش هعمل جنايه.